يا ماما يا ماما ماما بابا عمي حماتي ماما يا ماما شو بك امي شو بك جاي ساعتين بعد نص الليل ايه بنت بهالشيش شغلتيلي بالي انا اللي شغلتلك بالي انا اللي شغلتلك بالي بدي اقول لجيرانك بقولوا لي الحقي اهلك عم يدبحوا بعضهم وبتقولي لي شغلتلك بالي جيراني دقوا لك يا عم شو هالجيران بلا ذوق بيتعاطوا باشياء ما بتعنيهم انا دبرن عندي لكن انت شو بدك حبيبتي انت شو بدك فيهم انا وبيي كنا عم نتناقش بشغلات هيك شغله صغيره بكل حب واحترام وحضاره ايه ما انه واضح واضح كلك كلمة يا سليم بلا بلا كنا عم نتعاشق عم نتراشق عم نتناتش حب حرية واستقلال لك شو بكون هيدي شو بكون شو هالعيشة هيدي اللي بعطينا معكم كلها نكات ورعبات ما بصير هيك ما بصير قولي لأمك قولي لأمك والله اللي بيسمع بقول انه الحق علي لا مش معقول حق عليك يا حماتي وانا اسكت ولا فيني افهم شو القصة؟ فيكم تفهموني شو القصة؟ القصة يا حبيبتي يا تقبرين ان شاء الله، بيك مصر ان ينزل ستك هون. المعه حق. سمعت جوزك؟ يا جماعة، معقول؟ معقول يا جماعة، معقول امي تيجي تزورني من فرنسا اللي قاعدة بأوتيل، معقول؟ لا مش مزبوطة منك ابدا، شو يا لا تنزل امك بأوتيل هذه بعد ما سمعتها، لك شو بده يقولوا عنك الناس؟ شو بده يقولوا عنك العالم؟ انه كبيت امك بأوتيل ولا لك يا خيي بعدين هي شو بدها تقول لما تقول لها ماما انا مش قادر نزلك عندي بالبيت لانه مرتي مش قبلاني مش هيك حجزت لك بأوتيل انا مأكد رح بتروح فيها طبعا لانك ابنها يلي ربته وحشته وطعمته وسهرت عليه ليجي نهار ما يستقبلها ببيته ويكبها بأوتيل لا 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 أوتيل انا مأكد امك بتروح فيها أوتيل قال أوتيل ولك الواحد اذا عنده ذرة ولك نتفت إنسانية ما بيقبل أمه اللي جاي تشق عليه يكبها بأوتيل ليك سليم إذا مش رح تنزل أمك بأوتيل أنا تركت لك البيت ورح أقعد عند بنتي أحسن عالم بينزلوا من الأوتيلات أحسن عالم بينزلوا من الأوتيلات يصح لها تنزل بأوتيل يصح لها ابنها يعزمها وينزلها بأوتيل شو بقول أوتيل مش أحسن ما يقولوا العالم ولو هيك إجت أمه لعنده مكبة بقلب بيته أحسن شي الأوتيل سليم أنا وأمك ما بقعد بذات البيت هون أمي ما بتقعد إلا بهالبيت عم تتحداني سليم عم بتحداك أنا روقوا يا عمي روقوا اسمعوا أنا عندي اقتراح ماشي طالما يكون عندك اقتراح اسمعوا أول ما توصل ستي من فرنسا تقعد عندكم بالبيت يومين لا روقي لا ما ما بعرف أحكي روقي اسمعي بس تقعد يومين بيجي أنا بشرف لعندكم بعزمها وبصر عليها وبخدها وبقعد عندي انا ببيتي شو شو صح يا اللي شو طالب بالهدي ستي بدك تعمل تصرف على خلص ما بدنا لا الله انا كل المصايب بتحور وبتدور وبتقشط على دماغي انا ما بقبل الا انه امي تقعد عندي بالبيت لك شو عندك بالبيت وعندي بالبيت ما بيتي هو بيتك ما انت بيي بيتي بيتك وبيتك بيتي بيتي وبيتك بيت واحد يا بيي شو بيت خلص بهالطريقة هيدي انت بتكون نفذت كلمتك وستي قعدت عندك بالبيت يومين وبهالطريقة كمان امي حضرتك بتكوني نفذت كلمتك لانه ستي ما قعدت عندك شهر يعني بهالطريقة هيدي تنيناتكم تنفذت كلمتكم حدا منكم عنده اعتراض انا ليه لانه انا الوحيدة بهالحل هيدا اللي ما تنفذت كلمتي